معنا من كاليفورنيا الكاتب والباحث السياسي أحمد الأبيض. أستاذ أحمد، مرحبا بك معنا على سكاي نيوز عربية. كيف نفهم خطوة سماح واشنطن ببعض الاستثمارات الأجنبية في شمال سوريا؟ نعم، تحياتي لك وجمهورك الكريم. تقع هذه الحقيقة في إطار إجراءات بدأت تتخذها إدارة بايدن منذ يومين، وأقصد في ذلك فيما يتعلق في قانون الطوارئ في العراق وكذلك في سوريا، وهي أيضا تقع في إطار جزء من التفاهمات بين القوى الإقليمية والدولية المتواجدة في سوريا، وأقصد في ذلك تركيا وروسيا. المعروف أنه سوريا الآن مقسمة إلى جزئين، جزء تسيطر عليه قسد، قوات سوريا الديمقراطية اللي تمثل حوالي 25% من الأراضي السورية التي تقع شرق الفرات، وهذه طبعا قوات مدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية. الخطة الأمريكية قد تبدو ليست سهلة الحقيقة، لأن هذه المناطق اللي نتحدث عنها هي مناطق زراعية وفيها يعني آبار للنفط، وأقصد هنا فيما يتعلق في شرق الفرات في دير الزور والرقة والحسكة. هذه المنطقة إضافة إلى المشاكل اللي تتعلق بالسدود وتوفير المياه، من الصعب إعادة منتجها الزراعي، إضافة إلى ملايين من النازحين السوريين في هذه المناطق. الخطة فيها بعد سياسي، أنا بالتحديد أستطيع أن أذكر لك، يتعلق بقطع الطريق على طهران التي تريد أن تربط يعني شمال غرب العراق بشمال شرق سوريا وصولا إلى البحر الأبيض المتوسط، وأقصد هنا تحديدا مناطق سنجار اللي فيها صراع تعرف جلامك بين الحكومة الآن العراقية، الجيش العراقي وقوات الفككة التركية. وبالتالي هذا الطريق كانت طهران يعني تصمم وتخطط إلى إيجاده. عندما تأتي الولايات المتحدة الأمريكية وتسمح حقيقة لفتح نافذة في العقوبات المفروضة على النظام السوري لبعض الشركات، مؤكد سوف تكون الحصة الأكبر للشركات الأمريكية. هكذا هو الانطباع الأولي. نعم أستاذ أحمد، هل ما يحدث له علاقة بتفاهم تركي أمريكي لإعادة توطين اللاجئين السوريين في الداخل السوري الذين هم أساسا في تركيا الآن؟ نعم، أنا ذكرت لك تقريبا 6 مليون سوري نازح داخل الأراضي السورية، إضافة إلى ملايين موجودين في الأراضي التركية. تركيا تعرف جنابك يعني في أعالي الفرات في مناطق منبج وكذا رتبت منطقة عازلة، ولكن الخلاف الأساسي ما بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية أنه تركيا تعتبر قسد قوات إرهابية والولايات المتحدة الأمريكية تدعم هذه القوات. هذه نقطة خلاف أساسية. تركيا ترفض إيجاد منطقة شبه فيدرالية كما يحصل في شمال العراق الآن، أيضا تركيا تقف بالضد من ذلك. أنا أعتقد أكو تفاهم آخر غير مسلط عليه الضوء، هو التفاهم الأمريكي الروسي. نعم، على ما يبدو أنه الحرب في أوكرانيا سوف تفتح آفاق وتفاهمات بين الدول العظمى لترتيب النفوذ جيوبوليتكس في العالم كله وليست فقط في سوريا، قد يكون هذا التفاهم هو الأهم. نعم، هل يفهم على أن الموقف الأمريكي تغير من 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 نظام دمشق؟ ليس كذلك، لأنه دمشق لا زالت تفرض، عفوا واشنطن تفرض عقوبات على نظام بشار الأسد، هذه العقوبات قائمة. ولكن هنا دعني أذكر لك مسألة مهمة، إذا تحدثنا عن استخراج النفط في دير الزور في حق العمر اللي تسيطر عليه بعض القوات من قسد مدعومة من الأمريكان، تحتاج إلى حكومة معترف بها، وهذا قد يذهب بالولايات المتحدة الأمريكية أن تدعم وجود فيدرالي كما موجود في كردستان العراق، كي توجد حكومة محلية تستطيع أن تتعامل معها لاستخراج النفط وتطوير مشتقاته. هذا يحتاج أيضا كما ذكرت لك إلى تفاهم بعيد عن الحكومة السورية. سوف نرى أنه هذه الخطة اللي طرحتها إدارة بايدن قد تنجح أو لا. الاستقرار في هذه المنطقة مهم، لأنه داعش الحقيقة نشأ في ظل الظروف الصعبة اللي يعيشها الإنسان بعد الصراعات الأهلية، لذلك هم لا يريدوا أن يتكرر المسلسل مرة أخرى. نعم، ولكن عدم التنسيق مع دمشق في فتح المجال الاستثمار الأجنبي ألا يجعل من يعني شمال سوريا ربما معرض للمخاطر إذا لم يكن هناك تنسيق بين الولايات المتحدة الأمريكية ودمشق؟
اكو نقطتين اساسيه جنابك يعني بهذا سؤالك فيه. اولا نظام بشار الاسد لم يستعيد السيطره على كل الاراضي، ويسيطر تقريبا على 65% من اراضي سوريا. ثانيا قراره السياسي محكوم بدولتين اللي هما روسيا وايران، هذه الامانه التاريخيه. ولذلك الولايات المتحده الامريكيه على ما يبدو تريد ان تشجع النظام السوري ان يتخلص ويمضي بشكل يعني اساسي في الاصلاح السياسي في سوريا، واقصد هنا اصلاح سياسي مهم. اذا فعل ذلك الحقيقه النظام في سوريا واستطاع ان يحيد كل من ايران وروسيا، بالتاكيد سوف يكون هنالك افاق لعوده هذا النظام الى شكله الطبيعي، وبالتالي واشنطن قد تجد يعني مبررات لرفع العقوبات والتعامل معه، ولكن هذه تحتاج الى وقت وتحتاج الى تفاهمات مهمه. نعم، شكرا جزيلا لك استاذ احمد الابيض الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من كاليفورنيا.